نزل جميل بن معمر بواد يسمى بغيضا، وكانت قبيلة بثينة قد ضربت خيامها بهذا الوادي، ونام جميل وترك ناقته بجواره، فرأتها بثينة بجوار خيمها فنفرتها وشتمت جميل على نزوله بجوار خيامها، فتبادلا معا السبابة، ثم أعجب بها وأعجبت به وازداد حبا لها. وفي ذلك يقول: وأول ما قاد المودة بيننا بواد بغيض يا بثين سباب، فقلنا لها قولا فجاءت بمثله لكل كلام يا بثين جواب.